مستعدون للصيف؟ يفضل ده سؤالنا زي ما كنا بنقول اخبار المؤتمر الاقتصادي ايه، هنفضل نسال هل نحن مستعدون للصيف. والحقيقه ده مش سؤالنا بس، ده سؤالنا وسؤال المصريين وسؤال الرئيس كمان. الرئيس عندما بيلتقي بالناس، لانه وعد الناس ان يكون الصيف المقبل اللي هو الصيف ده افضل كثيرا من الصيف الثاني، وقال مش هيقبل انقطاع الكهرباء بالشكل اللي كان الصيف اللي فات، وبالتالي هو في لقاءات مستمره. النهارده كان عنده لقاء مع الوزيرين المسؤولين عن قطاع الكهرباء ورئيس وزراء وزير الكهرباء طبعا وزير الطاقه. اسمحوا لي ان ارحب بضيوفي، مهندس محمد شعيب رئيس قطاع الطاقه بشركه القلعه للاستشارات الماليه، والدكتور حافظ السلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. الخبر الذي لدينا عن كنيسه الاسكندريه انه اصابه مجند وثلاثه اخرين في هجوم مسلح على كنيسه الانبا رفائيل غرب الاسكندريه. هنحاول يكون معانا السيد مدير الامن بعد قليل، لكن الخبر ده هو انه كان في اطلاق نار على الامن على كنيسه الانبا رفائيل غرب الاسكندريه، في اصابه مجند وفي ثلاثه اخرين من المواطنين في هذه الكنيسه. نتمنى زياده تامين الكنائس، احنا في موسم اعياد وعايزين الناس تحتفل بسعاده ومش عايزين كوارث، ويعني الحقيقه في عيد القيامه والنهارده حد اسعف. دكتور سلماوي، هل الصيف الجاي هيكون صيف افضل؟ اعتقد ان شاء الله ان الصيف الجاي هيكون افضل من الصيف الماضي، لان في تحرك على اكتر من محور علشان نقدر ان احنا يبقى ظروف افضل. يعني لو تخيلنا ان في عندنا مثلث كده، في عندنا ضلع منه اللي هو توفير وقود، لان احد الاسباب الرئيسيه للازمه اللي كان بنواجهها الصيف الماضي هي نقص كميات الوقود اللازمه لانتاج الكهرباء، وعمليه الاستيراد بتاعه الوقود اللي بدات وان شاء الله هيبتدي الوقود يصل قريبا، ده هيحل جزء كبير جدا من المشكله. الجزء الثاني هي اضافه قدرات، وده ماشي على للشبكه يعني. للشبكه سواء مشروعات اللي كانت اتعطلت لفتره خلال الفتره اللي سابقه تستكمل وتخش تضم للشبكه، ودي قدرات كبيره تصل لحوالي 3900 ميجا وات، او الخطه العاجله اللي بيتم فيها اضافه مجموعه من القدرات بصوره عاجله للشبكه اللي هي بنتكلم حوالي 3400 ميجا وات. فدي قدرات اضافيه بتخش للشبكة، وبالتالي بتدي إمكانية لأن يبقى في تأمين أكتر طبعا مع توافر الوقود اللازم لتشغيلها. الحاجة الثالثة على نفس هذا المسار أيضا إتمام الصيانات اللازمة للمحطات، بحيث أن المحطات تكون متاحة بكامل قدراتها خلال فترة الصيف. واللي أتاح ده طبعا إعادة الهيكلة اللي تمت، أتاحت جزء شوية من التمويل سمح بإجراء هذه الصيانة. الضلع الثالث اللي بدونه مش هتتقفل المثلث ده الترشيد، لان كل اللي احنا قايلينه ده مكلف جدا. احنا بنتكلم على استيراد وقود يصل الى حوالي 2 مليار دولار في السنتين القادمتين للغاز، بنتكلم على خطه عاجله تكلفتها حوالي 2 مليار و300، يبقى احنا بنتكلم على حوالي قرابه 4 مليار ونص دولار، يعني بنتكلم 30 مليار جنيه. وبالتالي مش معقول ان احنا نهدر ده في ان احنا نستعمل هذه الطاقه الغاليه. نعرف ان الطاقه دي اساسا جايه لنا من دول شقيقه، جايه لنا وبالغالي وبندفع ثمنها وفي اشياء يعني كمان حتى لو جايه لنا منح يعني في تكلفه عاليه جدا لا قبل لنا بها يعني. بالظبط، وبالتالي لابد ان نرشدها بمعنى ايه؟ نوجه اكبر قدر من هذه الطاقه الى الصناعه علشان والأنشطة الاقتصادية، لأن هي دي اللي هتساعدنا أن احنا نطور روحنا اقتصاديا. في نفس الوقت كلما كان ممكنا نحاول نرشد في استهلاكنا عشان نتيح هذا. بالتأكيد لو المثلث ده مقفول بالطريقة دي أعتقد إن شاء الله الصيف القادم هيكون كويس. لو مهندس شعيب، هل أنت بنفس قدر التفاؤل ولا أقل شوية؟ لا، هو الدكتور حافظ قال قفل المثلث وقال لو، انا عايز شويه ابقى اروح للجانب بلا جدال. دي الحاله المثاليه ودي اللي كلنا بنتمنى الوصول ليها. الدكتور حافظ اتكلم على اهميه تشغيل الصناعه وتوفير الطاقه اللازمه للصناعه. الطاقه اللازمه للصناعه لابد ان احنا نعرف ان هي مش فقط طاقه كهربائيه، ولكن هي كمان طاقه تتضمن الوقود الاولي اللي الصناعه محتاجه. في الحقيقه لما نيجي نبص على
الاحتياجات بتاعتنا كمصر، لان دي نقطه مهمه جدا. الموضوع مش موضوع كهرباء فقط، لا، احنا كمان عايزين، لان الكهرباء مهم ان هي ما تقطعش لا على البيوت ولا المصانع، لكن مهم ان المصانع كمان يوصل لها الوقود اللازم للتشغيل، لان هو ده اللي بيساعد البلد على النمو، خاصه في المرحله بتاعتنا اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. احنا بقى احتياجاتنا بتبقى قد ايه في الصيف في الذروه يعني للطاقه، سواء للاناره او تمام للتشغيل؟ هي دي النقطه. احنا النهارده لو عملنا حسبه صغيره كده على معدلات استهلاك الوقود اللي مطلوب في الكهرباء عشان الكهرباء تشتغل والصناعه ما تقفلش، هنلاقي نفسنا ان احنا بنتكلم في كميات من الوقود اكتر كتير من انتاجنا من الغاز والمنتجات البترولية، وهنحتاج ان احنا نستخدم جزء كبير من الغاز فيها، والغاز المستورد الوحدة بتاعت التغييز اللي هي الريجازيفيكيشن يونت وصلت فعلا تكون شغالة وتدي 500 مليون أدم مكعب غاز في اليوم، هنلاقي نفسنا في الآخر إن احنا محتاجين نجيب وقود إضافي للكهرباء بما يعادل تقريبا حوالي ما يزيد عن 50,000 طن وقود في اليوم، غير الغاز اللي هي هتاخده من الشبكة اللي يقدر يوفره الشركة القابضة للغازات الطبيعية، مع ده عشان الكهرباء ما تتقطعش وفي نفس الوقت الصناعة تبقى شغالة 50%. هل احنا مستوردين الرقم ده؟ لا طبعا، الرقم ده رقم كبير، عشان كده احنا بنقول الرقم ده ليه؟ انا بقول الرقم عشان نبقى عارفين قيمته، لان احنا لما نشوف ان احنا الكهرباء هتحتاج مثلا 30 مليون دولار في اليوم عشان الكهرباء ما تتقطعش خالص، 30 مليون دولار في اليوم عشان الكهرباء ما تتقطعش خالص، هنلاقي ان الرقم ده كبير، لان كمان الدولة أو قطاع البترول مسؤول عن توفير منتجات البترولية نفسها، سولار وبوتاجاز ومش عارف بنزين، في حدود 15 مليون دولار أخرى. فهنلاقي الأرقام بتعلى معايا، بحيث يوصل أن الوقود اللازم مصر تحتاجه عشان الكهرباء ما تتقطعش يبقى بنتكلم في حدود 1.2 من مليار لمليار واتنين من عشرة مليار دولار في الشهر. ده رقم كبير في ضوء الظروف بتاعتنا كبلد فيها، حتى لو بعض الأشقاء العرب بيساعدوا فهو بيساعد بتسهيلات في السداد. خلص المنح خلصت. عشان كده احنا مهم، انا بيتهيألي مع حضرتك اتكلمنا السنة اللي فاتت في الموضوع ده وقلنا يا جماعة احنا ممكن نعمل حاجة بسيطة، موضوع اللمبات الليد. قلنا مصر لو تستورد 400 مليون لمبة هنوفر 4 جيجا، يعني 4000 ميجا. هم استوردوا 10 مليون. ال 10 مليون ده اما نحتاجها، اما نحط ال 10 مليون مع ال 400 مليون، انا كنت بتكلم مع الدكتور حافظ قبل ما ندخل فقال لي الهند استوردوا مش عارف 100 مليون لمبه خبطه واحده، احنا محتاجين الهند مليار بقى. احنا محتاجين ان احنا مشاكلنا نواجهها بجد. احنا عندنا مشكله، عندنا تكاليف عاليه وعندنا دولار في صعوبه في توافره، وفي نفس الوقت في لوجستيات موجودة ومطلوبة، وفي نفس الوقت عندنا صناعة عايزينها تشتغل، فأي وقود محتاجينه في كله. الكهرباء ممكن ما تقطعش، أيوة الكهرباء ممكن ما تقطعش، وماذا عن المصانع؟ وما هي التكلفة؟ وما هي أولويات الدولة وقدرتها على توفير هذه المبالغ الكبيرة؟ فاحنا محتاجين ان احنا نسعى في الترشيد بشدة، في نفس الوقت نحط أولوياتنا بشكل يخلي مصر ماشية في التنمية اللي احنا كلنا بنأملها وننشدها ورئيس الدولة بيدفع فيها، ومع الأخذ في الاعتبار المحطات اللي تشتغل تبقى دايما الأولوية للمحطات عالية الكفاءة اللي بتشتغل بوقود أقل من المحطات العادية. العشرة مليون لمبة اللي ابتدى توزيعها، هل شايف أنهم هيحلوا المشكلة أو هيساهموا في حل مشكلة الترشيد شوية؟ طبعا لهم دور، لان احنا لما بنتكلم استهلاك مصر عادة من اللمبات سنويا بتراوح في حدود 80 مليون لمبة في السنة، بس دي لان اللمبات اللي احنا بنستهلكها دي عمرها 1000 ساعة، بينما اللمبات اللي هي الليد اللي احنا بنتكلم عليها عمرها 25,000 ساعة، يعني كل لمبة تعادل حوالي 25 لمبة. بالتالي ان هياخد وقت للاستبدال، انما بالتوازي مع هذا الاجراء لابد ان احنا نبتدي ناخد قرار
بوقف تصنيع واستيراد اللمبات الفتيله. علشان وقف تصنيع الاستيراد يعني ده لا، على الاقل كان في مشروع بالتدرج، بنبدا بالاول اللمبات اللي شغاله، هم اربع مصانع الموجودين في مصر. والحقيقه يعني اعتقد ان لو اللي بيشتغل في هذه المصانع قعدوا بيوتهم ادينا لهم مكافئات، اعتقد هيبقى ارخص للدوله من ان هم يستمروا في انما هي انا ما بقولش ده، انما بقول ان هذه المصانع تتاح لها تمويل ميسر انها تقدر تطور روحها، انها تنتج هذه اللمبات. في نفس الوقت بنتدرج في القرار، يعني كان المشروع ان فوق اللمبات اللي بقدرات فوق 60 واط نبتدي نقول ان دي خلاص ما بنستخدمهاش، بحيث ان بيزق السوق الى ان هو يستعمل اللمبات الاعلى كفاءه، ثم بعد ذلك اللمبات الاقل من 60 واط، وبتدرج في هذا. ده هيساعد يبقى من الجانبين، بعمل تخلص من اللمبات الاقل كفاءه، انما ان انا استمر ان انا احط لمبه واعتمد فقط على الحافز الاقتصادي مش كل الناس وصلها هذا المعنى قوي، فلابد ان يبقى في نوع من الدفع شويه لك. انما بالتاكيد وجود ال 10 مليون لمبه والنجاح في توزيعهم في وقت مناسب، لان ده تحدي لسه، انا حاسه ان احنا لسه توزيعهم مش ماشيين فيه بخطى عايز تطوير يعني التوزيع اكتر. يقول لك هم موجودين في ادارات الكهرباء ولازم تروح، لسه فكره ان احنا نروح البيوت مع المحصل دي ما شفناهاش يعني فعلا. ده ما زال الموضوع ده ومهم جدا، لان الكهرباء لها ميزه ان لها شخصين بيعدوا تقريبا على البيت مره كل شهر، القارئ والمحصل. فعلى الاقل استخدام الناس دي في التوزيع، بالإضافة لما للناس دي من مصداقية لدى الناس عارفاهم، فبالتالي ممكن إن عارف إن ده بيمثل شركة كهرباء، فعارف إن دي ممكن بتكون فيها مضمونة أكتر من إنه يروح يشتري اللمبة من المحل اللي ما بيدلوش نوع من الضمانة، زائد التقسيط اللي بيقدم عليه. فبالتأكيد آلية التوزيع عايزة نوع من التركيز أكتر، بحيث إن إحنا نقدر ننشر الموضوع ده، إنما بداية أعتقد إنها بداية كويسة. مصر بالفعل تعاقدت زي ما كان قال الدكتور، وايضا كنا عارفين من الوزير مصر تعاقدت على مجموعه من الشحنات، سبع شحنات اعتقد من الجزائر، شحنات ايضا من روسيا، هل هذه الشحنات لا تكفي؟ لا، الشحنات هو طبعا ما دام المركب موجوده بتاعه التغييس، المركب وصلت ولا المركب وصلت؟ وصلت ومعلوماتي ان هي تم توصيلها، واول شحنه هتيجي الاسبوع دون للتجربه، وهيبقى بعد كده الشحنات تباعا بالمعدل بتاع الطاقه القصوى للوحده دي اللي هو 500 مليون قدم مكعب غاز في اليوم. فده هتشتغل، وبلا جدال هتلاقي الشركه القابضه للغازات الطبيعيه تعاقدت على ضمان هذه الشحنات طوال فترة التعاقد بتاع المركب، وهي بتسعى لاستئجار مركب أخرى، لأن في جميع الأحوال الغاز هو أرخص وقود وأفضل وقود بيئي سواء للكهرباء أو للصناعة أو غيرها، فده هو بيسعوا لاستئجار وحدة أخرى، وهيبقى ده حاجة ماشية تبعا. لكن هو النقطة كمان اللي حضرتك أثرتيها مع الدكتور حافظ، وهي موضوع اللمبات. اللمبات لازم كلنا نبقى عارفين ان الحكومة، احنا كلنا بنشتكي من عدد العاملين في الحكومة الكتير اللي بيبقى العمل فيهم قليل، وما نتكلم على موضوع لمبات، يعني اما بنتكلم على الاضاءة ان هي في مصر بتزيد الطاقة بتاعتها عن 4 جيجا وات، ده معناه ان احنا بنتكلم على وقود تقريبا قيمته بالاسعار بتاعه البترول المنخفضه في السنه ما يوازي 2.5 مليار دولار. ال 2.5 مليار دولار دول لو جبنا اي عدد لمبات يكفي مصر بالكامل لد، هيبقى تكلفتهم الاجماليه اقل من ال 2.5 مليار دولار، اقل من 1.5 مليار ممكن دولار. عدم توفر الكاش، ما هو برضو ما هو في الاخر الدوله هتوفر، هتشتري الكاش وهتشتري وقود، ما هو هيدفع يعني الكاش هنا او دفع الكاش هنا، يعني الكاش ما انا لما هستورد وقود ما انا بدفع كاش، بحيث ان هم نجرب الاول في العشرة من هو طبعا البدايه العشرة كويس، انما بالتاكيد ان ده محتاج التوسع زي محمد بيما بيقول، محتاج التوسع في هذا الموضوع بطريقه متدرجه اكتر، لان برضو تقبل الناس للتكنولوجيا نفسها بياخد بعض الشيء، حتى انه يبقى عنده ثقه ان هذه اللمبه فعلا هتعيش بنفس المده اللي هي بتعيش بيها زي ما بيتقال له، فكذا. انما بالتاكيد البدايه جيدة، ولكن مطلوب طبعا تعظيم هذه البداية. شباب احنا عندنا فاصل ولا طب اسمحونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار، وممكن يكون معنا بعد كده مدير امن اسكندرية نتعرف على تفاصيل هذه ما حدث في كنيسة الاسكندرية.